Bonjour, papa. حبيبي انت لسه في الشاور؟ طب انا هستناك تحت حبيبي. بطري لو يعني ايه؟ يعني ايه ميس كول من بطري لو؟ هو مسجل نمره باسم بطري لو؟ مين اللي مش عايز يعرف اسمه؟ حبيبي ايه يا نور عيني، ده اللي هتكلمني كل يوم قبل ما تنام؟ الو نور عيني، بطل غلطه بقى كده. طب ايه رايك بقى انك ما وحشتنيش ولا بحبك ولا بموت فيك ولا اي حاجه حلوه؟ نور بطري لو، معلش يا ناهد. في حاجة يا حبيبي؟ التليفون طلب غلط، هكلمك بعدين. مين ناهد؟ ايه دي؟ انزلي دلوقتي وانا هحصلك واقول لك على كل حاجه. بقالنا 3 سنين متجوزين، بس كل ما افكر اني اقول لك كل ما بفكر وبخاف من رد فعلك، وخصوصا ما اعرفش اذا كان ده ممكن ياثر على حالتك ولا لا، ومن خوفي عليكي خبيت الموضوع. لكن لازم تعرفي إن كل سنين اللي فاتت بعد وفاة والدتك أنا ما اتجوزتش. أنا عارف اللي هقولهولك مش هيعجبك، لكن لازم تعرفي إنه ناهد مش بس مراتي، هي صديقتي اللي ممكن أقولها على كل أوجاعي. إنما إنتي يا حبيبتي عمري ما سمحت لنفسي اني ابان قدامك ضعيف. يعني حضرتك اللي ضحيت بكل حاجه وعامل حسابي وانا الانانيه وهرفض جوازك في كل الحالات؟ يبقى انت حر، انت حر. انا بحبك وعمري ما هبعد عنك ومش هقدر ابدا ازعل منك مهما حصل ابدا. انتي زعلان، بس اكدك انه لو عرفتيها هتحبي. ارجوك يا بابا سيبني براحتي. ايه هتطلعي اوضتك؟ انا محتاجه امشي شويه عن اذنك. طيب تفضلي.